بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم زدنا علما وانفعنا بما علمتنا. مشاهدينا في باقة أفكار، أهلا وسهلا بكم معنا النهاردة. إزيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة معنا ريفيو جديد عن شجرة بتصلح للزراعة في جميع أنحاء العالم لمميزاتها العديدة جدا. يلا بينا نتعرف عليها. شجرة أو شجيرة أو سياج في جميع الحالات ممتازة جدا. ليه؟ يلا بينا نعرف. يلا بينا. النهاردة هنتعرف على شجيرة أو شجرة الدنيا، وإزاي كل الناس بترغب فيها لزراعتها كسياج. طبعا ده لمميزات كتيرة جدا زي ما قلنا. أولها زي ما احنا شايفين ان شجرة يانعة الخضرة دائمة الاخضرار طوال العام، يعني هي نبات مستديم الخضرة، ما بتتساقطش أوراقها أبدا. ده نبات الدودوني، فطبيعي طالما هي مستديمة الخضرة فده ميزة كويسة جدا ان الحديقة تبقى عندي لونها اخضر، سواء داخل الحديقة او في المحددات او في التحديد الخارجي ليه. طيب نعرف ايه تاني عنها؟ اول حاجة ان هي معدل نموها سريع جدا، ودي ميزة بتتفرد بها عن بقية النباتات بطيئة النمو. ارتفاعها بيوصل من متر لثلاثة متر، كثيرة التفرع، وده بيوفر فرصة للقص والتشكيل بأشكال مختلفة وبأحجام مختلفة، وده بيناسب جميع أنواع الحدائق سواء حدائق خارجية، حدائق أطفال، حدائق منزلية. يبقى كثرة التفرع بتتيح لي القص والتشكيل بأكبر قدر ممكن. نمو الدودونيا بيكون نشط جدا في خلال ثلاث فصول من السنة، الخريف والشتاء والربيع. في الصيف بيكون بطيء نوعا، لكن مع الرعاية بالري احنا بناخد نباتات قوية وممتازة جدا، يستمر وينشط نموها اكثر واكثر في الفصول ما بعد الصيف. الدودونيا بتتبع العائلة الأثلية وبتصلح في جميع أنواع الأراضي وفي الظروف القاسية، ومن الظروف دي إن تكون الأرض مثلا شديدة الملوحة، المياه عالية الملوحة، درجة الحرارة تتحملها المرتفعة لغاية ما توصل لخمسين درجة مئوية. طيب ايه الاستخدامات اللي بنستخدم فيها الدودونيا ونزرعها فيها، او ايه الاماكن اللي احنا نزرعها فيها؟ احنا ممكن نزرعها كمصدات للرياح او حزام اخضر حوالين المدن الجديدة. بستخدمها اساسا لتحديد المشايات والطرقات في الحدائق واماكن الاستراحات كمان بالحدائق العامة. من مميزات الدنيا كمان ان احنا بنستخدمها لتثبيت الكثبان الرملية. الدودونيا ملهاش مخاطر على أساسات المباني أو الجدران، وبالتالي ده بيعتبر ميزة فيها
مقارنة بشجرة البزروميا أو الكينوكاربس اللي جذورها بتنتشر أفقيا وتأثر على الجدران والمباني ومواسير الصرف. إنما الديدونيا جذورها وتدية محدودة النمو، بتتحمل العطش وتعيش لفترة طويلة جدا لأنها نبات معمر. أكتر حاجة أنا لاحظتها في الجدونيا وأنا بزرعها وبتعامل معاها وبعمل عليها التدريبات، إن هي نبات شديد التحمل للعطش، حتى لو حصل عليه وظهر عليه علامات الذبول، إنما بيكون بيحتفظ بحيويته، بمجرد ما بتجيله شوية مية بينشط نموه تاني يوم بالظبط، بلاقي النبات شكله اتغير وعلامات الذبول اختفت تماما، وبتدي يتفرع وينشط أكتر وأكتر مع زيادة معدلات الري أو الاهتمام بالري. لو شفنا أحد نباتات الديدونيا اللي معانا ده، هيقول لنا بنموه الأخضر القوي قد إيه هو متحمل للعطش وللظروف القاسية في الأراضي الرملية، زي ما احنا شايفين كده الارض اللي هو منزرع فيها ارض رملية لم تتحول الى ارض صفراء، ومع ذلك النمو جيد جدا وممتاز جدا. كل ما يهمني في الامر هو الرعاية في عملية الري، وهيبتدي النبات يديني النموات الرائعة دي اللي اقدر اشكلها واعمل منها اشكال عديدة جدا. وزي ما احنا شايفين كثرة التفرع في النبات اللي بتديني فرصة أكثر للتشكيل وعمل مجسمات مختلفة من الديدونيا، سواء أسيجة أو أسوار أو شجيرات، شكلها مربع، مثلث، دائرية الشكل، كروية الشكل، كل الأشكال اللي ممكن أعملها من الديدونيا تتاح لي من خلال فرصة التفرع الموجودة في النبات أو ميزة التفرع اللي موجودة في النبات. لو ما عملتش لايك للفيديو اعمل لايك وتعال نكمل مع بعض. من المميزات اللي بتختص بيها الديدونيا ان هي شجرة قابلة للتقليم، والتقليم هنا بيزود وينشط النمو. فلو انا عايزة الشجرة ترتفع لأعلى فانا بعمل تقليم جانبي، لو عايزاها تنتشر افقيا او جانبيا فانا بعمل تقليم من اعلى، تمام؟ وده بيديني فرصة ان انا اعمل اشكال كتيرة جدا من الديدونيا، لان كل ما بعمل تقليم بيزداد التفرع وبيندمج اكتر وبيديني سياج اخضر مدمج شكله اكثر من رائع. كمان بتنمو الديدونيا في أمريكا الشمالية، في كاليفورنيا، أريزونا، فلوريدا، هاواي، أفريقيا، شرق آسيا. ومن المعلومات الظريفة عن الديدونيا إنها في نيوزيلندا بتستخدم كأنواع من الأخشاب، يا إما بيصنعوا منها الأسلحة أو عصي المشي المنحوتة أو مقابض الفؤوس. أما في البرازيل وشرق آسيا وغرب أفريقيا فبيستخدم الخشب لصناعة لبناء المنازل أو بيستخدم كحطب. كمان بيستخدموها في بعض الدول كبخور للجنازات، زي دولة غينيا بيستخدموها كبخور في الجنائز. للديدونيا فوائد طبية عديدة جدا، لكن أنا بنصح قبل ما أقولها باستشارة متخصص في الموضوع، إنما أنا هقولها كمعلومة طبية. بتستخدم الأوراق دي كلاصق للجروح زي اللاصق الطبي بالظبط. بنستخدم الأوراق لتحفيز الرضاعة لدى الأمهات
بما يعني إضرار كمية اللبن أو زيادة إضرار اللبن للطفل. كمان بتستخدم في علاج مشاكل الجلد والروماتيزم واضطرابات الجهاز الهضمي. وبرضو نقول نستخدمها باعتدال شديد جدا بعد استشارة متخصص. لو ما عملتش لايك للفيديو اعمل لايك وتعال نكمل مع بعض. هنشوف هنا كمان الدنيا ابتدت تكون ثمار بداخلها البذور اهي، وصلت لمرحلة النضج. مشاهدينا في باقة افكار، اتمنى ريفي النهاردة عجبكم. لو عجبكم ما تنسوناش بلايك وشير، والى لقاء اخر مع احد النباتات الهامة. مع تحياتي دكتورة رؤية.